تكبر اكتر اصحابك راح تقل، الصاحب بالشدة راح يبقى والمزيف راح يفل. أثار النجم قصي خولي ضجة كبيرة بين محبيه بعد قيامه بإخراج شفرة حقيقية من فمه كان يخفيها أسفل لسانه بطريقة احترافية خلال مقابلة. وأكد النجم السوري في حديث لبرنامج MBC تريندينج أن الموضوع سهل للغاية، وقد تمرن على وضع الشفرة بفمه بطريقة دقيقة حتى لا تؤذيه، مؤكداً أنها شفرة حلاقة حقيقية ليقوم بقطع كوب من الورق بها للتأكد على دقتها. ومثلاً بس تغلط معه هو شو بيعمل؟ هو ما بيضرب، هو بيعمل هيك مثلاً. أنا لساعة عم بحكي بس أنت بلحظة. وتحدث أيضاً عن تفاصيل شخصيته في مسلسل 2020 والتأثير الكبير الذي أحدثته على حياته بسبب بعض الحركات والعبارات التي يكررها في العمل. وخلال اللقاء أثنى قصي على الدور الذي تقدمه زميلته نادين نسيب جيم، مؤكداً أنها قدمت دوراً مهماً وبأداء تمثيلي احترافي. لشو ولع هالحضرات؟ أي والله دوبنا ليكي قالوا لي إنك بتعرفي تبصري. ومن ناحية أخرى كان ظهر قصي خولي في الحلقة الأولى من المسلسل بشخصية صافي، وهو تاجر مخدرات يقوم بالترويج وبيع المواد المخدرة عبر شبكة متكاملة. وخلال الحلقة يكتشف قصي أن أخاه يقوم بسرقة جزء من الأكياس المخدرة، وهو ما دعاه للدخول عليه وتهديده. وخلال المشهد استخدم قصي عبارة يلي رفع السماء وبسط الأرض لأداء يمين معظم خلال توعده لشقيقه. هذه العبارة استخدمها النجم السوري عباس النوري قبل سنوات، وبالتحديد في العام 2004، حيث قال النوري حينها في المسلسل: حق يلي بسط الأرض ورفع السماء ويلي خلق كل مخلوق يخلق، مال الحرام ما بيدوم ورح ياكل صاحبه وياكل عيونه وياكل ضناه. له حق اللي بسط الأرض ورفع السماء واللي خلق كل مخلوق يخلق، مال الحرام. وهذه العبارة أصبحت ماركة مسجلة باسم النجم السوري عباس النوري منذ ذلك الوقت، حيث لم تستخدم في الدراما إلى أن استخدم قصي أمس في الحلقة الأولى من مسلسل 2020.